أول حاجة هتكلم عنها في الفيديو ده هي الميتا داتا بانل، ودي واحدة من أهم البانلز الموجودة في الأدوبي بريدج، وده لأنها بتحتوي على معلومات مفصلة عن كل ملف أو صورة موجودة عندي، زي الـ Dimensions بالبيكسلز، حجم الملف، الـ Resolution، الـ Color Profile والـ Color Mode، إلى جانب اسم الملف ونوع الملف والـ Application اللي خرج منه الملف، والملف ده اتعمل إمتى وآخر تعديل اتعمل فيه كان إمتى، حجم الملف بتاعي، الـ Dimensions بتاعتي، المقاسات ولكن هنا بالـ Inches أو بالبوصة، الـ Resolution، الـ Bit Depth، الـ Color Mode والـ Color Profile. وعلى شمال الواجهة الرئيسية لبرنامج الأدوبي بريدج هلاقي بانل مهمة جدا اسمها الـ Filter Panel. باختصار شديد الـ Filter Panel دي هي مركز خدمة العملاء اللي في الأدوبي بريدج، لأن من خلالها بقدر ألاقي الملفات اللي في بينها شيء مشترك، سواء أنا اللي اخترت الشيء اللي بيجمع بين الصور دي لما بميزهم بـ Color Label أو Star Rating أو Keyword، أو يكون الشيء المشترك ده من خواص الصورة نفسها زي الـ Extension أو الـ Aspect Ratio أو الـ Orientation. وقبل ما أتكلم عن الـ Filter Panel هنشوف إزاي نعمل Color Label أو Star Rating أو Keyword. الأول هختار الصورتين دول وهحول الـ Workspace بتاعتي للـ Film Strip عشان تبقى الـ Preview Panel أكبر والصورة قدامي أوضح. لما هضغط كليك على منطقة معينة هيظهر لي مربع بسميه اللوب تول. اللوب تول ده بالظبط عامل زي العدسة المكبرة. هضغط في نفس الحتة تظهر لي اللوب تول مرة تانية، هلاحظ ان في فرق شديد قوي بين الصورتين. الصورة دي فيها تفاصيل واضحة، الصورة دي ناعمة زيادة عن اللزوم وتفاصيلها مش واضحة قوي. لما هضغط كنترول وكليك على اللوب تول هحرك الاتنين مع بعض، بلاحظ الفرق الموجود عندي. خلاص انا استقريت ان الصورة دي هي دي الصورة الكويسة وهي دي الصورة الافضل عندي. هقفل اللوب تول من هنا وهاجي اختار الصورة اللي هي الجيدة دي، وعشان اميزها فيما بعد لما ارجع للملف ده تاني واعرف ان هي دي الصورة الجيدة هعمل لها حاجة اسمها الستار ريتنج. الستار ريتنج دي انا بميز بعدد نجوم معين، يعني نجمة واحدة او كنترول واحد، نجمة النجمتين كنترول اتنين، وهكذا لغاية 5 نجوم. هديها الريتنج بتاعها 5 نجوم، فلاحظ ان الصورة ظهرت تحت عندي 5 نجوم بتميز الصورة دي. ولو عايز اميز اكتر بروح بعمل حاجة اسمها الكالر ليبل، او بميزها بلون معين زي ما انت شايفين، هقول اللون الاخضر فتظهر لي لون اخضر او ليبل اخضر تحت الصورة بتاعتي. لما هرجع للاسنشالز تاني هلاقي ان الصورة دي مميزة دونا عن باقي الصور اللي عندي بانها متصنفة 5 نجوم واخدة كولر ليبل. وطبعا من الممكن اني الغي الستار ريتنج او الكولر ليبل لما ارجع لقائمة ليبل تاني واقول له نو ريتنج او نو ليبل. وممكن كمان اعمل كيورد، والكيورد عبارة عن كلمة بميز بيها صورة أو أكتر في بينهم شيء مشترك. هختار صور الورد دول كده، هضغط كليك على أول واحدة وشيفت كليك على آخر واحدة عشان أختار أول واحدة وآخر واحدة واللي بينهم، وهروح للكيورد بانل وهضغط على علامة البلس الصغيرة دي علشان أضيف نيو كيورد، وهكتب الكيورد الجديدة بتاعتي اللي هي كلمة روز مثلاً، وهضغط انتر عشان اضيف الكلمة دي للكيوردز بانل، وهعمل علامة تشيك او صح الى جانب الكلمة الجديدة دي. هلاحظ ان الكلمة دي اتسجلت وان الصور دي خدت الكيورد بتاعتي. لما هروح للفلتر بانل في الكيوردز هلاقي ان في كلمة، ان في 11 صورة واخدة الكيورد دي. لما هضغط عليه علامة صح هيختفي كل الصور اللي في الملف ما عدا ال 11 صورة اللي واخدين الكيورد دي. يعني مهمة الفلتر بانل انها بتخلي الادوبي بريدج يساعدني ان الاقي صورة او اكتر في بينهم حاجة مشتركة. لما ابتدي كمان اعرف ان انا عندي حاجة واخد صورة واخدة ليبل مثلا، ان في صورة واخدة ريتنج زي ما انا شايفين كده مثلا، ان انا لما اضغط علامة صح فتبين لي الصورة اللي واخدة ريتنج بالنجوم او واخده كولر ليبل، او بالفايل تايب اقول له لو سمحت اظهر لي
الصور الجيف مثلا، او اظهر لي الصور الجي بيج، او اظهر لي الفوتوشوب دوكيمنت. يعني انا برضو بعمل فلترة على اساس الفايل تايب. ايه تاني موجود في الفلتر بانل؟ بتاريخ، انا عارف تاريخ مثلا ان ايه اللي اتعمل في يوم 28/6/2010، التاريخ اللي اتعملت فيه الملف او التاريخ اللي اتعدل فيه الملف، الاورينتيشن، اللاندسكيب، الصورة تبقى بالعرض او بورتريه تبقى بالطول او تبقى سكوير طولها زي عرضها، او الاسبكت ريشيو. يعني انا مش بعرف الصورة الا من خلال نسبة الطول للعرض، يعني نسبة 1:1 فتبقى مربعة، نسبة 2:3 نسبة، وهكذا. وعشان ألغي كل الفلاتر اللي موجودة هنا، مثلا أنا فلترت، مثلا قلت أنا عايز فلتر حاجة فيها orientation وحاجة فيها keyword، فابتدى يبقى عندي في صور معينة. افرضوا إن أنا عايز ألغي كل الفلاتر دي وأرجع الملف بتاعي زي ما كان، بضغط على العلامة دي كده فيرجع لي الملف زي ما كان بدون أي تحديد لفلتر معين. هرجع للحظة للفوتوشوب لما هضغط على الايكون ده، ودي علامة البومبرانج، ودي كانت أداة صيد شهيرة بيستخدمها سكان استراليا الأصليين. لما هضغط على الايكون ده هروح للفوتوشوب، لأن عندي مشكلة معينة ملهاش حل غير في الأدوبي بريدج، وهي إن في بعض الأحيان بكون عايز أفتح أكتر من صورة في دوكيمنت واحدة على شكل ليارات عادية. معناه إيه الكلام ده؟ لما هرجع للأدوبي بريدج واختار أكتر من صورة وكنترول وكليك، اخترت مثلا الاربع صور دول ودوست انتر او دبل كليك، هلاقيهم فتحوا عندي على الفوتوشوب ولكن على هيئة دوكيمنتس منفصلة زي ما انتم شايفين كده. وحتى لو رحت هقفل دول كده مؤقتا، وحتى لو رحت للميني بريدج وقلت ان انا المشكلة دي ممكن حلها يكون موجود هنا، هاخد مثلا صورة زي دي همسكها احذفها هنا، لاحظوا معايا ايه اللي حصل. هدوس انتر عشان ادخل اللاير ده على الفوتوشوب، لاحظوا معايا ان اللاير ده مش لاير عادي، ده سمارت اوبجكت. وعشان احوله لاير عادي هقف كليك يمين على اللاير وبعدين اقول له راسترايز لاير واحوله الى لاير عادي. هلغي اللاير بتاعي ده مؤقتا، ديليت لاير، اقول له ايوه، وهرجع تاني للأدوبي بريدج واختار الصور دي 1 2 3 4 5 صور، بس انا مش عايز افتحهم على هيئة documents منفصلة زي ما حصل قبل كده، انما عايز افتحهم كلهم في document واحدة على هيئة ليارات عادية. ازاي الكلام ده؟ هروح لقائمة tools واختار photoshop واختار load files into photoshop layers، هضغط الامر ده، لاحظوا معايا ايه اللي هيحصل. اتفتحت عندي دوكيمنت جديدة وهتبدأ كل الدوكيمنتس او الصور دي تخش كلها في دوكيمنت واحدة على هيئة ليارات عادية زي ما انتوا شايفين كده. ادي واحدة، ادي اهو صورة وصورة كمان صورة، ده غير الصورة الأصلية بتاعتي، ده غير الصورة دي. لاحظوا معايا إن هما دخلوا بنفس ترتيب اختيارهم، أول واحدة كانت النجمة دي وبعدين الإطار. لما هرجع تاني للبريدج برضو نفس الفكرة، دخلوا على نفس دي أول لاير ودي هتبقى في آخر لاير.